أحبائي، بتواصل معاكم برسالة لغاية لما نتقابل مع بعض في الاجتماعات مرة تاني. لكن من المؤكد احنا في زمن مهم وفي أيام مهمة وفي أحداث مهمة، فوقفتنا، إيماننا، صلواتنا، ثقتنا كملوك وكهنة قدام الرب يجب انها ما تزعزعش. ملكوت الرب هو ده الوقت اللي انت بتقف، انا بنقف فيه مع بعض قدام الرب بثقة غير عادية. نحن من مملكة اخرى، من ملكوت اخر، مملكتك ليست من هذا العالم، ولان الملكوت اللي احنا منه مش من هنا، احنا سفراء عن مملكة تانية، لنا سلطان على ممالك الارض لانه ممالك الارض للرب ولمسيحه. الرب دعانا لوقفة مختلفة، الرب دعاك لصلوات وإيمان وثقة ورجاء مختلف في الزمن ده، وهو ده اللي هيحصل، ده اللي كنا بنحكي فيه لغاية نص هذه السنة مرحلة، وبعد كده النص اللي جاي مرحلة مختلفة خالص من إدراكك، من صلواتك، من إيمانك، من وقفتك ومن إدراكك للهوية الملوكية الرب يحطها على حياتك. خليني أشاركك حبة آيات أشعياء 51، آيات جميلة، عدد 15: أنا الرب إلهك مزعج البحر فتعج لججه. ما تخافش لما البحر ينزعج، ما تخافش لما اللجج تعج، لما الدنيا تضطرب، ما تخافش، أنا الرب إلهك رب الجنود اسمه، جعلت أقوالي في فمك وبظل يدي سترتك. حاجتين حصلوا، بيطمنك الأول، بيقولك بظل يدي سترتك، لا تخف، لا تخف، بظل يدي سترتك، ده الرب، رب الجنود الذي يزعج البحار فتعج اللجج. يقول لك كده أقوالي في فمك وبظل يدي سترتك. في حاجتين، أول حاجة حماية غير عادية بظل يد الرب، بس نمرة اتنين، القصة مش حماية فقط، القصة في دور إيجابي، القصة مش بس إن الكنيسة في حالة محاولة للحماية، القصة إن في دور إيجابي، جعلت أقوالي في فمك. ده تشريعات الملوك، ده تشريعات صوتك، ده نوع من الصلاة يجب انك تتعود عليه وتعيش به بقية ايام حياتك. جعلت اقوالي في فمك. الملوك دورهم ان هم يطلقوا تشريعات، الكهنة بيقفوا قدام الرب بيطلبوا طلبات، توسلات، ذبائح روحية مقبولة قدام الرب بتسبيح، بعبادة، باستقبال القوة. فالكهنة بيقفوا قدام الرب يستقبلوا نعمة، والملوك بيقفوا قدام ممالك الأرض بتشريعات سماوية. جعلت أقوالي في فمك. تعال بص، الأقوال دي لما بتخرج من فمك بسلطان ملوكي بتعمل إيه؟ غرس سماوات. دي سماوات بتتغير بسبب أقوال فم خارجة من شعب الرب. ده سماوات الأجواء بتاعتها بتتغير بسبب كلام بيخرج من شعب الرب. من أول السنة ومن قبل كده عمال بقول رب يقف قدام الكنيسة بيقول لها، مش بيقول لها هيحصل إيه، بيقول الكنيسة تحب يحصل إيه. جعلت أقوالي في فمك. أقوال دي بتغرس السماويات. يعني بتغرس، يعني سماويات مش مغروسة، بتتغرس، يعني بتحط حاجات جديدة في السماويات بسبب أقوال فمك. تحب يحصل إيه، تيجي هذه الليلة والأيام اللي جاية إلى أن يحسم أمور بلدنا للنهاية. تغرس السماويات بأقوال فمك، بأجواء بتتغير، بيتغرس فيها حاجات. من فضلك ما تخليش، ما تحطش نفسك في الدفاع، حط نفسك في المسحة الملوكية اللي بتطلق كلمات، وكل ما تأتي فكرة اطلق كلمات، كل ما تأتي فكرة سلبية اطلق كلمات، كل ما تسمع خبر اطلق كلمات الملك. جعلت أقوالي في فمك بظل يدي سترتك لغرس السماوات. لما السماوات بتتغرس الأرض بتتغير، وتأسيس الأرض، بيحصل حاجة في السماء، بيحصل حاجة في الأرض. طوالي، فالكلمات مش بس بتغرس حاجات في السماء، لكن الكلمات دي بتأسس حاجات في الأرض، بتأسس مستقبل هذه البلد. احنا في زمن مهم جدا لتأسيس مستقبل هذه البلد. مستقبل هذه البلد ما بتحددش في الشارع، بتحددش في الحكومات الأرضية، بتحدد في الكنيسة وفي العرش الإلهي. تيجي نقف قدام العرش الإلهي ككهنة وكملوك، رفعين إيمان ورفعين رجاء ورفعين نصرة ورفعين إيدين ورفعين كل عبادتنا للملك الملوك، ومدركين إننا مغروسين أقواله في فمنا وبظل يده مستورين.
لغرس السماوات، لتأسيس الأرض، ولتقول لشعب الرب أنت شعبي، ولتقول لشعب في بلدنا شعبي، شعبي مصر، شعبي مصر، تقول أنت شعبي. جاء الوقت ان الايات دي تقف في حياتك وتدركها وتدرك الموقف اللي احنا واقفين فيه اهميته. رب يطلق ايه؟ استغل الوقت، لانه في كلمات لازم تخرج، عماليق لازم ينتهي، كل قوة جسدية نفسية أرضية شيطانية، كل حكمة في كلام في إعلام في ذكاء أرضي في عماليق في أعمال جسدية في أعمال نفسانية، محتاج تقف وتقول يحكم، تحكم لإجراء الحكم. مكتوب تنويهات الله في فمهم لإجراء الحكم المكتوب، لتأسر ملوك بقبول. اقرأ المزمور، لأن المزمور بيطلق كل مقاصد الرب على الحياة، لأن مؤامرات الرب تنجح. الرب لاشى أفكار الشعوب، مؤامرة إبليس تفشل. لازم أحكام تخرج من فمك ضد عمليك، ضد كل حكمة أرضية نفسانية، أحكام تخرج، حسم تام للزمن، لا رجوع للوراء. في محاولات لإرجاع البلد للوراء، أنت محتاج تنطق لا رجوع للوراء. البلد ما ترجعش للوراء، لازم الكنيسة تنطق ده بإيمان وبثقة تامة. لازم تعطل التواصل ما بين حركة أرواح الشر. بمعنى ايه؟ بمعنى انه الكوميونيكيشنز التواصل اللي ما بين ارواح الشر وعالم الروح والاشخاص اللي بيتحركوا بسلطان ارواح الشر، يحصل قطع للتواصل ما بين ارواح الشر والاشخاص دي. ده كلام محتاج يخرج من الملوك ويشرع في السماويات ويخرج من فمك. انا بقطع التواصل ما بين الاشخاص اللي في الشارع وارواح الشر، في القوى الشريره اللي بتحرك وبتعمل شر وبتعمل دم في البلد تقف. ده كلام يخرج من فمك، محتاج انك تدرك وتستغل الوقت، وهتلاقي صلوات خارجه منك انت مباشره. انا يمكن عمال بقول صلوات وانا بعنيها، مثل عماليق، مثل كل حكمه ارضيه نفسانيه، مثل رجوع للوراء، مثل تعطيل التواصل، لكن ممكن ربنا يديك كلمات اخرى كمان تصليها لتحكم وتحسم هذا الزمن وهذا الوقت على حياتك وعلى حياتك وعلى بلدنا. خليني اقول لك تعالى نستغل الوقت. خليني أقول لك مزمورين نفسي تقراهم أنت، مش هتحكي فيهم، مش هتأمل فيهم، عندي رسالة صغيرة. مزمور 19 ومزمور 27 أشجعك جدا تفتحهم بعد ما تسمع الرسالة دي. مزمور 19 والتأثير بتاع كلمات فمك والتأثير بتاع كلمات الرب في السماويات وعلى الأرض. مزمور 27 وإزاي واحدة سألت من الرب إياها ألتمس، وإزاي تأثير ده على أرواح الشر وعلى ولا هجوم إبليس، وترى جود الرب في حاجة غير عادية في شعب الرب لما تدي ينطق بكلمات الرب. فاستغل الوقت، انت قاعد في البيت عندك وقت في البيت، افتح كتاب مقدس، اقرا كتير، اقرا اكتر في هذا الزمن ده دي فرصه انك تقرا وتشرع بكلمات الملك. خليني اختم هذه الرساله بالايات المشهوره، ايات مشهوره جدا بس نفسي اطلقها على حياتك لانه الملكوت بيتحرك في حتة تانية خالص. الملكوت بيتحرك في حصاد، في بركة، في نهضة، في عكس العيان تماما تماما تماما. وأؤمن أن عكس ما ترى في الشارع هذه الأيام هو مستقبل بلدنا، لو احنا رب جعل أقواله في فمنا لغرس السماوات لتأسيس الأرض، ونقول لمصر أنت شعبي. سفر العدد صح 6، خليني أقرأ لك الآيات دي. أنا مش بقراها، أنا بصليها، أنا بأطلقها. فرجاء إنك تفتح روحك وقلبك وتسمعها من قلب الرب، لأن هو اللي قايلها، بس أنا شاعرها جدا. يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب وجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. أؤمن جدا ده زمن الرب عايز يبارك شعبه. وادي بركة هناك، أنا بتنبأ على حياتك وعلى حياتك، وادي بركة عكس اللي بيحصل خالص. وادي بركة، يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب وجهه عليك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. في ملء البركة لغاية لما نتقابل في اسم الرب يسوع. Amen.